مش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحتكم وبسلامتكم. اليوم جايه على بركه الله، بغيت ندير لكم دجاج بلدي بالاناناس، ولكن بواحد الطريقه اللي ما عاد خاصه بيا، يمكن ما عاد الا نتوما عرفتوها في الشقه تقولوها ليا. هنايا عندنا الدجاج ديالنا على حسب بنادم، ولا الا بغيتو ديروا دجوجه صحيحه، ولا نتوما شوفوا شنو بغيتو ديروا. حنايا ماشي كثار، ما بغيتش نكثر الدجاج. المهم هنا عندي البصله اللي غادي نديروا لك، انا سمحوا لي، البصله، القرفه، سكينجبير، عود القرفه، هذا القوام ديال المروزيه ديال الدجاج، الملحه، الخرقوم، الثومه، الاناناس، ومشي ميشات. ودابا غادي نبداو على بركه الله. غنلوحوا البصله ونلوحوا الثومه خرقوم مليحه قوام ديال المروزيه حويدات القرفه سكينجبير وشويه ديال القرفه غادي نديرو عليهم شويه ديال الزيت الرومي اللي غادي نديرو وغادي نمشيو نردو الطنجره ديالتنا تبدا كطيب وغادي نوريكم الطريقه ديال هذا اش غادي نديرو به لا دايرين ميها اللي ها هي كتشوفوا فيها غادي نصطفوا فيها الاناناس ديالنا هذاك الماء قلنا غادي نديروا الاناناس ديالنا يبدا كيتسلق يطلق داك السكاكر ديالو لانه كيديروا الحلو بلا قياس وغادي نشوفوا حيت انا ما كنبغيش السكر بزاف في هادشي الحلو كنبغي ندير في بلاصه السكر ندير شويه ديال العسل المهم دابا هذا ها هو ولا سيما دابا الا كان حلو بزاف راه ما غنديرش فيه العسل غادي نخليه غير هكا يطيب مزيان فوالا وغادي نديرو فيه عويد ديال القرفه حيت راه دقتو لقيتو حلو بزاف نتوما الا خديتوه شوفوا كي ديروا ليه انا ما غادي ندير عويد القرفه ونخليوه حتى يطيب ونصوبوا به هو باش غادي نخضروا غادي نديروا له لا ديكوراسيون بهذا اللي غادي نديروا ليه بحال هكا غادي تجي بحال نفس البلا بحال بيضه طايبه في الزبيده ويلا المهم ها هو الغداء ديالنا وجد ما نقولش لكم عليه واحد الطيبه فيه واحد البنه راه دقوا المعلم الدواقي اش كتقولي عليه وهاد لاصالاد فيتناميين اش كتقولي عليها لاصالاد فيتناميين غنديرها لكم في صندوق الوصف غنرافقوها بلا صوص سوجا والحرور الهريسه ودابا ما بقى غير نقول لكم شهيه طيبه بصحه وسلامه لايكيو لايكيو بارطاجيو اللي ماشي ابوني ابوناو وفعل الجرس باش يجي الجديد